دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة. وفقاً لما حددته وزارة الأوقاف المصرية، هيكون موضوع خطبة الجمعة النهاردة بعنوان من أسباب الرزق الخفية التقوى. وقالت وزارة الأوقاف في بيانها إن الهدف من موضوع خطبة آخر جمعة من محرم إن المراد توصيله لجمهور المسجد من خلال هذه الخطبة يهدف للحديث عن التقوى باعتبارها سبب خفي ومهجور من أسباب الرزق، فالهدف هو طرق أبواب الرزق من مدخل التقوى. النهاردة مهرجان مدينة العالمين الجديدة هيشهد حفل للنجم رامي جمال، هيتضمن العديد من المفاجآت الضخمة لجمهور المطرب والملحن الشهير، واللي اعتاد خلال حفلاته على مفاجأة محبيه بأهم الأغاني اللي غناها ولحنها في مسيرته المميزة. كمان النهاردة هتستعد المطربة نسمة محجوب لتقديم حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي في تمام الساعة 8:30 مساءً على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية. بيتضمن برنامج الحفل باقة مميزة من الأغنيات العربية والأجنبية لكبار الفنانين، إلى جانب مجموعة من أغنيات نسمة محجوب الخاصة.